المدخل معلو من هذا الاتجاه من هنا بس ما الباب مسدود. ضربوا. نعم. هاي سيارات الجولف كاملة. ونصنع سيارات الكهربائية أيضا. أي مثلا هاي الماكينة هاي راح تروح لمصر. جيرانكم هاي سيارات الكهربائية. ايه بس انت بعدكم بالمغرب كثير سيارات كهربائية يمكن. مثلا هذه ماكينة غسيل السجاد الاوتوماتيك هاي راح تروح لمصر. ليش خلينا نصعد فوق قبل ما هذه عشان تشوف المكان فوق. شوف هذا المصنع من هنا يبين ظاهر عليك. هاي الخانة شوف هنا تصنيع مكان تنظيف الأرضيات. هاي الخانة كولاجاس اسمالاب اسمالاب او اي ار لما شيرين بكليورم ساندا بكي بان شم دي تشكر سما شيء اب مشان سنزوار ما هاي هنا تنظيف الأرضيات. كيف ادم ساتا هستانه ده بكليو نصل يابجانه يا onda bir şey yok ki işte ayarkiş şeyde diyor bunda iş bunda diyor fırçalarda falan değil yaptı etti olmadı bunda bunda ayar olmamış onun için diyor bunu nasıl ayarlayabilirim tekerlerden ayarladı mı ayarladı yaptı olmuyor bastığı zaman o demirin üstünde oluyor bu iş. هذول عشان تنظيف الأرضيات من الأمام فرشة في تغسل ومن الخلف في ماسحة تمسح هاي الماسحة ماسحة هاي تمسح وفي فاكوم شفط فيها تانك 35 لتر تانك 45 لتر تانك 75 لتر وفيها اللي تعمل بالكهرباء وفيها اللي تعمل بالبطارية. المهم والله hani orada mesela arkadaş şimdi çalışıyor ya öyle bir şey yapma şansımız var mı? Ben o zaman oraya kadar şey yapayım mı? Evet kenarları yaptı olmuyor hep arkadan su kalıyor. Siz gördüğünüz videoda ben gösteririm size de. الحين هنا احنا نصنع احنا مكاين البخار. الشباب هذول جماعتنا يصنعون مكاين البخار. كولاي قاسم كذا شهر هاي اللي رمضان الله هذه مكاين البخار. هذه المكاين تقوم بعمليه غسيل البخار وتنطي ماء بخار وماء حار وماء بارد وفاكوم منا الحجم الصغير ومنا الحجم الكبير. طبعا الحين في التصنيع انا في الاوفيس مالنا اشوفك فيديو لها وهذه هسه كامله يسوي لها التيست ماله. اذا تريد يشغل لك اياها تريد يشغله والله اظن صحيح والله هسه راح نشغل لك اياها. هي اللي هذو اللي باغي ناخذو حنايا النيس ديال سمير كاين شي وحده كاينه خدام امر طيب هسه راح نشغل لك اياها. شوف هسه جاي نعبي الماء. الماء يتعبى من هنا الماء النظيف. موسيقى
كرمز شيء دمه طابل. احنا هاي الحمراء جت صيانه، هي نفس الفكره. هذه 110 فولت عاليه، راح نشغل الحمراء لان هذول في الفولتاج مال واطي وفي العالي. اي ف نعم، بس هي نفس الفكره، راح يشغلك يا هاي جت صيانه. هاي اذا بداخله ماي 24 ساعه تشتغل. من يضغط هذه ينتظر 40 ثانيه عندك. اي هذا هذه تعلق ازرق، من علاقه ازرق يعني الماكينه جاهزه لاعطاء البخار. يعني ممكن الله نيضه يعني. يقول زميلنا، يقول هذا اللي استخدم هاي الماكينه كيف استخدمه؟ شوفوا وضعه، مستخدمه بحيل سيء، ضاربه وكاسر الزر الاماميه والها، يعني ما محافظ عليها. هسه راح اشغل لك البخار، شوف البخار ماله يامضه على الاقل الازرق. يقول هاي نفس هذه بس هذا الفولتاج ماله اقل. شوف البخار هذا، كل ما هذه يزداد اكثر. يعني 3 5 متر على الكبوره 3 4 مترات يقول بخار يروح. يقول 3 بار قوة الضغط ماله. كولايغاس هذه مكنسة المساجد، هذه مكنسة المساجد مالتنا. نعم، حطها على الأرض أشوفك فتشي. هذه فيها فرشة حلزونية، جاي تشوف الفرشاتها. هاي فرشة تفتح مسامات السجاد ها، والأعماق مالها تقوم بعملية الشطف. كولاي قاسم،